بودي ايه يا حبيبي؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ولد ضربني وقال العجله بتاعتي. مين الواد قليل الربايه ده؟ هو فين؟ راح بيتهم. تعالى يا كومباو، ما فيهوش راجل. انا ابني ما اتضربش. لو راجل ابن راجل يا اللي ضربت ابني اطلعي. اديك جيت لحد عندي برجليك اهو. طب والله انا لسه كنت هجيب المدام ونيجي عندكم. ما ينفعش نبقى جيران وما نتعرفش على بعض. شكلها هتبقى معرفه سودة على دماغكم. بالهداوه بس عزم بيه، احنا اسفين جدا على اللي عمله الولد اسر ده. اسفين مين يا اسطى؟ وانا اضرب ابنك وبعد كده اقول لك اسفين؟ في الحقيقه اسر ده مش ابني، اسر حفيدي. ابنك بقى ولا حفيدك وانا اقدم له في المدرسه؟ وبعدين انا مش دافع دم قلبي وجهازكم في كومباوند عشان يطلع لي عيل متشرد يمد ايده على ابني. مالوش لزوم الكلام ده يا عزم بيه. انا عاقبت الولد اسر ده وهو وعدني انه مش هيعمل كده تاني. هو اصلا ممكن يفكر يهوب ناحيه ابني والنعمه الشريفه بلغ فيكم بوليس. انا تحت امرك والمديريه كلها في خدمتك. مديريه؟ ليه؟ هو انت مين بقى ان شاء الله؟ اللواء مشهور العالمي، مساعد السيد وزير الداخليه ومدير مكتب مكافحه النصب والاحتيال. تمام يا فندم. انا اسف يا باشا، مؤكد بودي ابني هو اللي غلطان. معلش يعني انا قصرت في تربيته انا عارف، بس يعني ده ظروف الشغل. لا ابدا ابدا، اوعى تقول الكلام ده. بودي يجري يجري يجري، ده بودي ده ولد لطيف جدا. معلش بعد اذنك، يعني لو اسر بيه زعلان ولا حاجه حضرتك ممكن تضرب بودي وتقومه وتعلمه. حضرتك زي ابوه واكثر. ما يصحش، انت لازم تتفضل معايا وتدوق طبق الكنافه بالنوتيلا اللي عاملاه المدام بتاعتي. معلش يا باشا، بس اصلا عايز ادخل حمام. اتفضل، بس انت لازم تدوق عمايل اختك والطبق هيجي لك لحد عندك. شكرا باشا، شكرا باشا، بعد اذنك. عزم بيه رايح فين؟ رايح فين؟ معلش معلش، مع السلامه. سلامه الله، مع الف سلامه، مع الف سلامه. ولادنا دول بيعملوا فينا عمايل غريبه. اشجان اشجان اشجان، انت فين؟ ايوه يا عزمي، تعالي بسرعه. جايه في مصيبه. في ايه بس؟ في مصيبه يا اشجان. ايه؟ يلا نلم هدومنا بسرعه ونمشي من البيت. ليه؟ مكافحه النصب والاعتيال. مالهم؟ جيراننا. يلا بسرعه، مفيش وقت، احنا في كارثه يا اشجان. هلو. انت مش غلط. هلو هلو هلو. تعرفيني؟ لا ما اعرفكيش، بس انا بتهيألي شفتك قبل كده. لا لا، ما شفتنيش قبل كده. عموما انا مدام اشجار البلحاوي، هرم سياده اللواء. مشهور لواء ومشهور. هيز فيري فيموس، هو اسمه على مسمى، اسمه مشهور، ومشهور جدا كمان لانه ماسك مدير مكتب مكافحه النصب والاحتيال. عزمي عزمي، يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا خبر، انا اسفه، بس انا عارفه انك انت مش قادر تبص في وشي وزعلان مني علشان اللي عمله اسر في ابنكم. انتوا عارفين انه اسر اصله حفيدي ومامته مدلعه قوي قوي قوي. هيز فيري سبويلد، بس اوعدكم هقرصه. لا ابدا، احنا مش زعلانين ولا حاجه. سلامه عينيك، في حاجه؟ الشمس بس بتعب. ده اسر ده طفل كيوت جدا، ده انا عشقته من قبل ما اشوفه. انا عرفتكم. عرفتك انتي وعرفته هو كمان. احنا كنا عارفين انك هتعرفينا، يعني لا النضاره خلاص دي قروبه، بس ما كناش عارفين ان النهايه تبقى بسرعه كده. لا هي الحقيقه مش نهايه، دي بدايه ان شاء الله. انا اللي اسفه قوي، ام فيري سوري. يوم ما جيتوا لي المدرسه عشان تقدموا لابنكم، حسيت ان انتم فيري لو، قصدي يعني حسيت انكم انتم مش من مستوى المدرسه يعني. لكن بعد ما شفت اللي انتم فيه دلوقتي ما شاء الله، ولو عارفه انكم يعني جيراني في الكومباوند كنت قابلته في المدرسة على طول. على العموم احنا محافظين على مستوى الديسيبل زي ما حضرتك شايفه اهو في البيت يعني. وسقف اوضة بودي بتبص على البحيرة زي ما حضرتك طلبتي بالظبط. بحيرة؟ عموما انا يا ريت تقبلي مني الكنافة بالنوتيلا، انا عاملاها مخصوص علشانك. والحقيقة فرصة سعيدة قوي قوي، وان شاء الله هنتقابل كتير جدا. سيادة اللواء مشهور متشوق جدا ان يجي يحط ايديه في ايديكم. طبعا في انتظاره. يلا اشوفكم خير، باي 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 باي. يا رب.
ربي البسها النوتيلا تجي في دماغها. عزمي تفتكر مدام تيري قربة دي خلاص عرفتنا؟ مش عارف ايه العمل دلوقتي. يا ربي يا ربي، يعني يوم ما نعزل نسكن قدام مدير مكافحة النصب والاحتيال.